مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، طلاب الصف العاشر، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى ومع درس جديد، وهو كتابة المقال النقدي. أهدافنا في هذا الدرس هي أن يتعرف الطالب أهم مكونات كتابة المقال النقدي. ثانياً، أن يتعرف الطالب على المحاور الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في القراءة. وثالثاً، أن يكتب مقالاً نقدياً مراعياً في شروط كتابة المقالة النقدية وموظفاً علامات الترقيم. المقال النقدي هو نص تقوم فيه بتحليل كتاب أو فيلم أو مقال، ويكون الهدف من هذا النوع من المقالات أن تقدم نصاً تفصيلياً أو حول جانب ما من المادة وربطه بأعمال فنية أو مقالات وكتب أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن يركز التحليل النقدي لكتاب ما على لهجة أسلوب الكتابة ومحاولة تحديد أثر هذا الأسلوب على النص ككل، أو يركز مقالك النقدي حول فيلم ما على أهمية تكرار رمز معين ضمن الأحداث. يجب أن تشتبك من خلال المقال النقدي مع ما تنقده، وأن تقدم فكرة جدلية جديرة بإثارة الذهن والتفكير، معتمدا في ذلك على أدلة واضحة مقتبسة. مكونات المقال النقدي: أولاً، العنوان، وهو جملة أو أكثر تعكس مضمون المقال الرئيس، ويجب أن تكون لافتة بحيث تدفع القارئ للقراءة وتثير فضوله. ثانياً، المقدمة، وهي الفقرة الافتتاحية التي خصصت لتهيئة ذهن القارئ وتعريفه بموضوع ومحتوى المقال العام الذي سيتم نقده، ويجب أن تكون قصيرة وموجزة وشاملة لكل أفكار المقال. ثالثا، الموضوع، وهي الفقرة أو الفقرات الشارحة المفصلة للأفكار والانتقادات، وهي عبارة عن دراسة شاملة لكل مكونات وعناصر العمل المنتقد، ويجب أن تتوافر فيه الحجج والمصادر التي أوصلت الناقد إلى النتيجة، والتي تتم بعد دراسة منصفة للمادة والتأكد من التزام الكاتب أو المبدع الفني بقوانين وعناصر النقد، ويتم فيه إبداء الرأي في العمل الفني ومنهج صاحبه وتبيان أسلوبه والمدرسة الفنية التي ينتمي إليها. رابعا، الخاتمة، وهي بمثابة خلاصة للمقال النقدي واختصار لأهم نقاط قوته وضعفه، وإما أن يشجع القارئ على متابعة كاتب المادة المنتقدة وإما لا، بناء على النتاجات المطروحة. ومن شروط كتابة المقال النقدي الناجح أن يعتمد الكاتب النقدي على أساسيات ومعلومات أكيدة وليست من محض خياله، مبينا للقارئ ذلك. وكذلك يجب أن يدرس المادة ويتابعها، ويدرس مواد سابقة للكاتب أو المبدع الفني لتحديد أسلوبه ومدى تطوره. وينبغي أن يكتب بأسلوب لغوي متين، وأن يسرد محتويات المقال بطريقة أدبية تشعر القارئ بمدى الفهم بالموضوع والإلمام بالمادة. والآن نريد أن نتعرف على المحاور الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في القراءة تمهيدا للكتابة النقدية. أولا، اللغة، وتشمل الكلمات والتراكيب والجمل. ثانيا، الأساليب، وتشمل أسلوب الاستفهام وأسلوب الأمر وأسلوب النهي إلى آخره. وثالثا، الأفكار والمعاني الضمنية. ورابعا، الصور الفنية، وتشمل التشبيه والاستعارة والكناية. خامسا، المحسنات اللفظية والمعنوية، وتشمل الطباق والجناس والسجع والمقابلة إلى آخره.
وسادسا المؤثرات الصوتية، تجانس الحروف وتواليها ونوع الحروف، وسابعا القافية وحرف الروي، وثامنا مناسبة القصيدة وملائمتها للغرض الشعري. وهذا نص شعري للشاعر فوزي المعلوف يصف حبه وشوقه لبلاده التي هاجر منها. والآن عزيزي الطالب، بين يديك نص شعري للشاعر فوزي المعلوف. حاول بالاعتماد على المحاور الأساسية السابقة أن تكتب مقالا نقديا تراعي فيه شروط كتابة المقالة النقدية، موظفا علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة. وإلى هنا عزيزي الطالب، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وأرجو لكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير الجزاء. كان معكم معلمكم المحب لكم دوما أيوب سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.